إذاعة البيان هي إحدى المحطات الإذاعية الخاصة والتي تبث برامجها من العاصمة جمينة، حظيت بزيارة وزير الإعلام عبد الرحمن غلام الله ضمن سلسلة زياراته التفقدية إلى مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بالعاصمة. هذا وخلال هذه الزيارة التي قام بها الوزير وبرفقة معاونيه تلقوا أشروحات مفصلة عن سير العمل بالإذاعة وكذا الصعوبات التي تواجه الإذاعة. رئيس مجلس إدارة إذاعة البيان حجار محمد أحمد قدم شكره لوزير الإعلام بهذه الزيارة التفقدية، وقال إن إذاعة البيان هي إحدى الإذاعات المحلية التي تعمل على رفع الوعي لدى سكان العاصمة في مختلف المجالات. وأردف حجار بأنهم يواجهون عدة مشاكل، منها الانقطاع الكهربائي المتواصل وقلة عدد الصحفيين المحترفين. أما وزير الإعلام فقد تحدث عن الهدف من هذه الزيارة. احنا اليوم جينا في إذاعة البيان هنا واستغربنا، لقينا ناس متخصصين في شغلهم، وبعدين ناس متعلمين وناس عندهم أفكار بزيادة للوحدة الوطنية، وعندهم مركز سنتر دي ريشيرش، والمركز ده أهم حاجة عشان أكثر ناس التشادين بيشتغلوا قبل ما بفكروا، زول تفكر قبل تشتغل، وده أول حاجة نوجهها في الجروب البيان هنا، وأنا مبسوط جدا. هذا واختتم وزير الإعلام والوفد المرافق له بتفقد جميع أقسام إذاعة البيان والتعرف على كيفية إنتاج وبث البرامج والأخبار.